السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم كنقترح عليكم تحلية مكونات بسيطة، نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. اذا كنحتاجو 200 غرام ديال البسكويت مطحون اي نوع حبيتو، كنضيفو عليه 50 غرام ديال الزبده مذابه، ونوضعو الخليط في مول كطبقه اولى. من بعد كنحضرو الطبقه الثانيه ديال الكريمه، كنحتاجو فيها 2 المعالق كبار ديال النشا والسكر حسب الرغبه، زائد 400 مليلتر ديال الحليب. كنوضع المكونات على نار مهيله حتى كيعقد لنا الخليط. كنضيفو كيسين ديال الخميره فاني من فئه 8 غرام ومعلقه ديال الزبده. كنوضعها في الثلاجة حتى كتماسك مدة ديال نص ساعة حتى لساعة، وكنحضروا الطبقة الثالثة. وهنايا استعملت واحد الكمية ديال التوت، السكر حسب الرغبة، وكيس ديال الفلون ديال نكهة الفريز، 100 مليلتر ديال الماء، وكنحطوه على نار مهيلة حتى كيغلى لنا الخليط لمدة ديال 4 دقائق. كنتسناو عليه حتى يدفى شويه ونزيدوه كطبقه ثالثه. اذا كنتمنى الطريقه تكون بسيطه، ونشوفكم فيديو جديد.